ليش فقت؟ انت مريض ولازم ترتاح. ما فيني شي، لا تعاميني وكأني مريض. غليت لك ليمون، استنى شوي عليه وبعدين نشربه. ليش الليمون؟ مو كان أحسن لو عملتي لي قهوة؟ خلص أنا مالي مريض. مو شايف حالك قديش عرقان؟ الصبح كان الجو بارد فضغطيت بالحرام ولهيك عرقت. لا تعاميني وكأني رح موت اليوم. ماك حمى، شلح سترتك وبعد للحاف عنك. لساتك عم تقولي نفس الشي، انتي مو بس عنيدة وعندك وسواس كمان. عندي وسواس؟ شوفوا مين عم يحكي هيك، خلصني بعد للحاف عنك. حرارتي مو مرتفعة خلص. قلت مو مرتفعة مو هيك؟ ماشي. اصحك تفتح دمك لنشوف الميزان شو بيقول، مرتفعة ولا لا. تسعة وثلاثين، اذا ما انتبهنا رح تصير أربعين. لا تبالغي. شراب الليمون يلا. رح ساوي قهوة. لا هلا ما عم افهم، زلمة منطقي كتير مثلك كيف بيرفض يصدق هيك دليل موجود بإيدي؟ لو كنت مريض كنت قلت لك. ماشي، انت مانك مريض. كنت طبخت لك شوربة دجاج بس، ما في داعي لأنك مانك جوعان ومانك مريض. تعرف شو لازم تساوي هلا؟ رح تلاقي فيه بالبراد بوزة بس تجوع قوم كلها.